لم تعد هذه الغربان تحظى بحرية التحليق في سماء دمشق، فقد انضمت إليها منذ فترة طيور أخرى تجلب معها الموت والدمار. عمليات القصف استهدفت حي المزة السكني ومراكز أمنية أخرى، وذكر ناشطون أن بين المواقع التي جاءت في مرمى نيران الجيش الحر القصف الجمهوري. الجيش السوري ردا على ذلك صعد من هجماته الجوية على المناطق التي حقق فيها المسلحون المعارضون مكاسب عسكرية. لكن من لا يملك الأرض لا يحسم الحرب، حيث دارت اشتباكات حامية الوطيس في عدة مناطق دمشقية، وتبادل الطرفان إطلاق النار في شوارع حي السيدة زينب، وتنقل المقاتلون بين المباني السكنية بعدما صارت خاوية على عروشها، وامتدت خارطة الاشتباكات إلى حي الحجر الأسود وشوارع حي مخيم اليرموك، حيث أعلن الجيش الحر أنه قتل عددا من عناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة لتعاونهم مع نظام. وكان حي القدم الذي ينشط فيه الجيش الحر هدفا لوابل من نيران المدفعية الثقيلة التابعة للجيش السوري. حلب ما زالت على سطيح ساخن، وشهدت أحياء حلبية معارك ساخنة استهدف فيها الجيش الحر مواقع تمركز الجيش النظامي في حي الإذاعة. ودارت مواجهات بين دبابات الطرفين عند حاجز ليرمون عند مدخل مدينة حلب، واستعرى تبادل إطلاق النيران عند الحاجز بالصواريخ والهاون ومضادات الطيران من قبل الجيش الحر، حيث يلجأ المقاتلون إلى معارك صغيرة تتسم بالسرعة والحسم ضد أهداف معينة كمهاجمة الحواجز العسكرية والمراكز الأمنية والكمائن، بحثا عن حسم عسكري طال انتظاره من قبل الطرفين المتحاربين.